اليوم جيت نهضر لكم على لالوا داتراكسيون. الحاجة اللي بغيتك تعرف اللي هي لونيفير ديالنا اللي حنا عايشين فيه كيتجاوب مع ثلاثة الحوايج اللي هما الطاقة لينيرجي ديالك، كيتجاوب مع لا فريكونس اللي هي لا فريكونس بحال ديال الراديو لي هرتز، وكيتجاوب مع لي فيبراسيون. ألوغ ملي كيكونوا عندك شي أهداف، شحال ما الهدف ديالك صغيور وباستطاعتك تحققه، شحال ما التطلبات ديالو أن تيرم دو لوا داتراكسيون ما هما شي مهمين، سيتادي خاص أون إنيرجي اللي غادي تطلب منك قليلة، لي فريكونس ديالك يكونوا قلالين اي لي فيبراسيون قلال. باغ كونت الا عندك شي هدف اللي هو مهم، شي حلم كبير، ديك الساعات راك الفراجه خاصك اون انرجي اللي هي كبيره، اون فريكونس اللي هي كبيره، اون فيبراسيون اللي هي كبيره. اليوم بغيت نقول لك كيفاش يمكن لك تطلع لي فيبراسيون لي فريكونس اي لينيرجي ديالك باش كلكو سوا ان شاء الله لو غيف ديالك تجلبو لراسك بحال شعيه. اول حاجه خاصك تكون مسكون كما كنقولوا بهذاك الهدف ديالك باش كتطلع لينيرجي ديالك. ملي كتكون مسكون تافادير كوا كتخمم فيه في الصباح في 12 في الليل، كتخايلو كتحس به، كتكون فرحان وكتخايلو بحال اللي ديجا حققتيه. دونك فورتيمون الا كان هو شي هدف عندك مهم وتخيلتي راسك بحال اللي ديجا حققتيه، سي سيغ كو لينيرجي ديالك غتكون اون انرجي اللي هي زوينه، اللي هي ديال الفرحه، اللي هي ديال النشاط، اللي هي ديال الفخوره براسك، عندك الثقه في راسك اكسيتيرا. هذا هو السر الاولاني اللي خاصك ولا بدات ما تطبق. السر الثاني اللي هما الاعمال ديالك، لي زاكسيون ديالك، خاص كاع لي زاكسيون ديالك او كوتيديان سيتادير كل نهار يكونوا من النوع اللي كيقربوك لوبجيكتيف ديالك ماشي من اللي كيبعدوك من لوبجيكتيف ديالك. شحال ما كدير لي زاكسيون كثيرين اللي كيدوك لوبجيكتيف ديالك شحال ما راه كتقدر توصل ليه. غنعطيك انا واحد ليكزومبل اللي كنت درت للناس صحابيهم انا مسطيه. اليبوك قلت انا بغيت انا في حياتي ان دومي غيف، طياره هزاني، طياره حطاني، كل الحين كنطلع كريل المطار، كنوجد الباليزه، كنطلع المطار، كنمشي لهذاك ليكخون، كنبقى نمشي كنقول انا اليوم كوبنهاغ، كنمشي للكيشي ديال كوبنهاغ، كنوصل عند السيده، خير وسلام على مولانا، بوجور لاباس لاله صافا الحمد لله، ايه كوبنهاغ عافاك بلاتي نعطيك الباسبور، ايه تخي بيان معاش غنمشي وكيفاش واخا هاني جايه. صافي وكنعاود نرجع بحالي لداري. دونك هذيك لي زاكسيون كنت كنديرها حتى وليت كنسافر بلو سوفون، ها مراكش، ها فاز، ها اكادير. من بعد حوايج شنو معناتها كدير واحد لاكسيون اللي بحال اللي لو سيرفو ديالك كتكذب عليه، درتها بوغ الحوايج، درتها بوغ المواكن، درتها بوغ لي بيجو، درتها بوغ لي سيمينير. كندخل لاون سال بحال دابا الميغا راما وكنمشي بكري، كنوقف في هذيك لاصال ديال 2000 الناس وكنطلع الفوق كنبدا نقول اه هنا غادي نجي ان شاء الله ندير سيمينير ديال 2000 الناس، زعما وكيدخلوا الناس كيلقاوني كنهضر بوحدي ما عندي غرض. دونك كاع لي زاكسيون اللي كنت كندير مغير لي زاكسيون اللي هما تابعين لوبجيكتيف ديالي، حتى لي زاكسيون اللي كنتخايل راسي بحال هذاك الهدف حققته ديجا. دونك هذا هو السر الثاني. السر الثالث غتلقى شي واحد اللي هو وصل للهدف ديالك وغتلصق فيه بحال الكراده، علاش؟ باش غادي يفسر لك دابور كيفاش وصل و كيفاش حس من يوصل. اي لو بلوز امبورطون بعد المرات حنا شنو اللي كيخلينا ما كنديروش الاهداف اللي هما كبار، كدير تقول هذا هو مستحيل نوصل لهذاك الحاجه، مستحيل نحقق هذاك الهدف. ملي كتلقى شي واحد اللي هو ديجا حقق هذاك الهدف بحال مخك كيدي يقول لك وشوف ماشي شي حاجه صعيبه كاع، الا فلانه دارتها ولا فلان دارها حتى راه يمكن تقدر ديرها. دونك اليوم شاركت معك ثلاثه ديال لي سوكري اللي هما بويسون اللي انا طبقت في حياتي اللي خلاوني اليوم كنهضر معاكم اترافيغ لي ريزو سوسيو، وشفتو ما شاء الله توت لي رياليزاسيون اللي درتو كاينين ما شاء الله بزاف وكثار. دونك اش كتسنى؟ هاد العام عامك، هاد الوقت وقتك، ناخذ الوقت، قيد لي زوبجيكتيف ديالي، طبق هاد الاسرار، وخلي ليا اون كومونتير كاع الحوايج ان شاء الله الخياليين اللي غتكون حققتي هاد العام. كانت معاك ناهد رشاد اون مود لوا داتراكسيون، هذا هو، الله يحفظكم.